من تغفر الله العظيم، الله يرحم الجميع، من المفوز من واحد لواحد بدرة القلالو. الله يرحم داك نطقنا مع عبد الرؤوف واللي مع عاوتاني تفزت المفاجأة عاوتاني البارحة في الليل عيطوا ليا قال لي خديجة أسد الله يرحمها والله يرحم الجميع الله يحق لهم مسلمين حتى هي كافحات الزوج ديالها كافح وهي كافحات والله يرحمهم الجميع واللي باقي في الحياة الله يسترو والله يعطيه الصحة ديالو واللي كرم الله تعالى تعطيه الصبر والقناعة ويا بدلة تفتقدوا الحباب الفنانين القدامى بداتو يمشيو لكن مع الأسف الاهتمام قليل لو كل ما سيد الله ينصره ويزيد في مداده ويصلح له وديداته الى خطا هو راه ما كاين والو ما بقاش شخص فينا حتى واحد وبالاخص حنا السياب ما بقاش حد يدق علينا ولا يقول لي اجي تعمل ولا سير سيدنا بوحدو اللي ساعه ساعه تفكر في الفنانين وتساعدهم انا دابا اتحد المؤتمرات والاجتماعات وكذا 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 ما عمر شي حد دق عليا في الدار ولا قال لي اجي تحضر ولا قول لنا شي حاجه ولا لا لا ولا نعطيو دروس لهذا الشباب نوريهم كيفاش ضحينا حنا باش وصلنا وهما يكونوا وكذلك ويكونوا قدوه احنا دابا كل واحد فينا الممثل القدام كل واحد سد عليه ما كانش تيسقسي فيه بحال عبد الرزاق البداوي ولا تيهبط من الدار ويبرك في القهوه تيسمع ويطلع عبد القادر المطاعم ما تيسقسي فيه حد يدير كل ما سيدنا الخلفي ما تيسقسي فيه حد واحد عدد منهم انا وكل ما ديك الكرامه اللي كرم لي به سيدنا في 2014 وبعد الحباب اللي كنا تنضحكهم اللي كانوا هما صغار وحتى الاذاعه ما عاونت لا بوالو على الاقل على الاذاعه يديروا لنا غير قضيه مره في الشهر يدوزوا دوك السكيتات القدام باش هذوك السياب اللي قديانا تفكروا ايامهم هم اللي كانوا صغار وهذا السبب باش يعرفوا لك كيفاش وصلنا حنا باش وصلوا هما والله يهدي ما خلق واللي كرم الله تعالى تعطيه الصبر والقناعه والله يرحم الجميع. عزيزي كيفاش كانت العلاقه ديالك بالراحل؟ كانت العلاقة فنية الله يرحم الطيب الصديقي كان تيجمع الفنانين كلهم والله يرحم الحسن الثاني كان في كل مناسبة ديال عيد الميلاد ديالو ولا عيد العرس ولا عيد الشباب تيتجمعوا الفنانين وتتفكرهم واحد 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 الحمد لله لسيدي محمد تبع الخط ديال باه اللي باقي تيكرمنا من غير هاد السير ما كاين ولا ولدي احنا دابا فين ما تيمشي شي فنان بحال تحيد منا ضلعه انت مريض السي بعزيزي انا دابا العينين وقصتهم في الزين ولكن القلب باقي صحيح يعتونا ما نقولوه المسرح راه المسرح اللي تيتعمل المسرح واخا يوصل حتى ل 100 عام الا باقي القلب ديالو مزيان والفكر ديالو مزيان عنده ما يقول ماشي غير هذاك راه صرف خليه هذاك خلاص هذاك راه ولا سيب عليه خليه راه هاد القضيه خصهم يحيدوها فاش يجيبوا ممثل دري صغير ويديروا له الحياه ويديروا له الزعافر يجيبوا واحد الشيباني اللي يقمل ذاك الدور كما المصريين كان عنده 70 عام و 80 عام وباقي تيعمل المسرح وتيعمل السينما. شنو الدور ديال نقابة الفنانين؟ واش دارت شي اهتمام لكم؟ ايوا نقابة الفنانين بكل صراحة
خاص حتى هما اللي زعمهم. راه الهضره كاينه ولكن التنفيذ ما كاينش. هاي احنا الحمد لله غير واحد القضيه وليت تسمو شي شويه ديال حقوق المزاوره. كل تنتظروا ملي جات الحمد لله تولينا من مره في 4 شهور يصيفطوا لنا هذوك الريالات، ولكن الحمد لله حتى هذا اهتمام من اهتمام كبير حقيقه. ولكن حاجه وحده الله يرضي على الجميع ويصلح الجميع، هاد الفنانين القدامى السياب بحالي ما خصهمش يفرطوا فيهم.